اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. اكتشفي صفات العريس الفاشل قبل فوات الأوان. تعد فترة الخطوبة من المراحل الهامة في حياة الشريكين، فهي الفرصة المناسبة لاختبار الشخص الذي ستقضي معه بقية حياتك، وهو أمر مصيري لا مجال فيه للخطأ. لذا يجب عليك أن تراقبي تصرفاته بحذر، وتقومي بملاحظة ردود أفعاله في المواقف المختلفة وتحت جميع الظروف كي تقومي باتخاذ القرار المناسب. نحن بدورنا سنقوم بمساعدتك على القيام بذلك. لذا في هذا الفيديو سنقدم لك بعض العلامات التي إن لاحظتيها في العريس عليك إعادة التفكير في قرار الارتباط به. تابعي معنا. الصفة الأولى: منفعل ومحتد في معظم الأوقات. ربما تكون العصبية صفة جذابة في الرجل لدى بعض الفتيات، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، لكن الأمر يقاس بشدة الانفعال ومدى تكراره. فإن كان عريسك دائم الانفعال وينفجر غضبا في وجهك على كل صغيرة وكبيرة دون سبب يستحق القيام بذلك، أو أنه كان معكر المزاج على الدوام، فاعلمي أن حياتك المستقبلية ستكون سلسلة من الصراخ والمشاكل المتلاحقة، والتي ستؤثر بكل تأكيد على سعادتك وسعادة أطفالك. الصفة الثانية: يعتقد بأن كل شيء في الحياة يدور حوله. إن الثقة بالنفس أمر جميل للغاية وصفة مرغوبة في الرجل، لكن من الممكن أن تتحول هذه الصفة مع الأيام إلى غرور أجوف، فيقضي الرجل الوقت بالحديث عن بطولاته وأفعاله، وكم أنه إنسان رائع ومثالي، بل ربما يقوم أيضا بتذكيرك بأنك محظوظة جدا لأنك ارتبطت برجل مثله. فالحياة مع رجل يوهم نفسه بأنه مركز الكون والكرة الأرضية هي أقصر طريق نحو تعاسة الحياة الزوجية. الصفة الثالثة: بارع في المراوغة والكذب. لا أعتقد أنك بحاجة للتذكير ببشاعة وقبح الكذب، فكيف سيكون الحال إن كان عريسك هو من ابتلي بهذه الصفة؟ حسناً، سيكذب عليك مرة ثم يكذب قائلا أنه لن يكذب مرة أخرى، ولكنه سيظل يكذب إلى أن يغرقك في دوامة من الكذب والأوهام، فتفقد الثقة بكل من حولك، وتتحول حياتك إلى جحيم متعب من المراوغة ونكث الوعود. الصفة الرابعة: متسرع ومندفع إلى حد الجنون. إن إنشاء أسرة ناجحة والعيش معها في قالب من السعادة يعتمد بشكل أساسي على حس المسؤولية العالي لدى الزوجين، فإذا لمست في عريسك أي نوع من أنواع التسرع وعدم المسؤولية في اتخاذ القرارات الهامة، عليك الحذر إذن، لأن عواقب التهور والطيش في حياة العزوبية تختلف اختلافا كبيرا عنها في الحياة الزوجية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية قد تطالك وتطال أطفالك وتهدد حياة الجميع. الصفة الخامسة: يشك في كل كبيرة وصغيرة. تعتقد معظم الفتيات أن الغيرة والشك في الحدود المعقولة أمرا جميلا للغاية ويشعرها بالاهتمام والحب، لكن هذه الغيرة قد تتحول في بعض الحالات لتصبح مرضا خطيرا ونارا تحرق العلاقات وتذيب الحب والمودة. لذا تأكدي أن عريسك لا يبالغ في الشكوك ولا يسأل عن كل كبيرة وصغيرة أو يراقب تصرفاتك ويلاحقك من مكان إلى آخر، لأن هذه الطباع ستترافق معه بقية حياته، ما سيجلب لكم البؤس والتعاسة. وختاما، نحن ننصح كل فتاة تمر بمرحلة الخطوبة أن تقوم باستغلال هذه الفرصة الذهبية وتتصرف ببعض العقلانية لاكتشاف وتحليل طباع الشريك بعيدا عن العواطف ولو قليلا، وذلك لكي تضمن مستقبلا سعيدا ودافئا لها ولأطفالها.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.